طيب خلونا هنا ناخد معانا على تليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه. اهلا اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا اكرمك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. وكيف راى حزب الاصلاح والنهضه التعديلات الوزاريه وابرز الاسماء التي لفتت نظر دكتور هشام؟ والله انا شايف ان هو التعديلات الوزاريه دي جايه في اولويات مرحله زي ما انت كنت بتتكلم من شويه شديدة الصعوبة تتعلق بالوضع العالمي المرتبط زي ما كنت حضرتك بتتكلم فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، سلاسل الإمداد، الطاقة، الأسعار دي وانعكاسها على المواطن. فالحقيقة التغيير الوزاري جاي في وقت شديد الحساسية ومهم جدا وبيعبر عن حساسية الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما معودنا ان هو عنده حساسية دايما التعامل مع الملفات المهمه. في الاولويه المشهد في الملف الاقتصادي بالغ الصعوبه وليه انعكاس كبير جدا على المواطن المصري. فهنا في تحدي كبير جدا ما بين الحكومه المقاتله دي اللي جايه في الظروف الصعبه دي وازاي هي هتتعامل مع العوائق دي كلها وازاي هي هتحاول تخفف على المواطن في التعامل مع الملفات. عشان كده انا شايف ان التغيير الوزاري ده بيتعاطى مع الحتتين دول، تحديات صعبه جدا عالميه ومنعكس اقتصاديا بشكل كبير، ومواطن ليه احتياجات ازاي هنتعامل معاه ونحاول نريحه ونكون قريبين منه. شايف ان التعديل ده ليه فلسفه ذكرها سياده الرئيس ان فيما يتعلق بشان تطوير الاداء الحكومي. فكلمه اللي ذكرها الرئيس في تطوير الاداء الحكومي ان احنا دايما بيكون عندنا مراجعه، انت بالنسبه لك في تقييم زي ما بيحصل في اي حته في الشركات او في غيره. ففي وزراء اجادت وقدمت المطلوب منها وفي وزراء محتاجين ان احنا نضخ دماء جديده عشان يؤدوا في الملفات دي، وفي وزراء اجادوا فعلا بس زي ما انت حضرتك ذكرت من شويه ان هو قد يكون لازم يكون في رجل مناسب اكثر زي مثلا حصل في وزاره الري، ربما تكون انت محتاج اكثر على حد احتكاك المؤسسات الدوليه فاهم الملف كويس بتاع الري، نفس الوقت عنده خبره اكاديميه عاليه وفي نفس الوقت ممكن يكون قادر على اداره الاتصالات فيما يتعلق بملف تفاوض حساس. ده اللي انا شايفه فيما يتعلق بهذا الجزء. ايضا انا شايف ان التعديل ده هيساهم فعلا في تحسين الخدمه المباشره للمواطنين. في ملمح مهم انا شفته في التعديل ان هو بيضخ دماء جديده من اماكن متعدده. يعني انت شايف ملمح مثلا للقطاع الخاص ظاهر اللي جاي من خلفيه برلمانيه زي نائب اللي ماسك وزير الصناعه جاي احمد سمير كان ماسك هو اللجنه في مجلس الشعب كان ماسك اللجنه الاقتصاديه ان هو فاهم كويس العقبات والمشاكل اللي كانت مواجهه المستثمرين. فانا شايف ان هو بالنسبه له احنا المرحله اللي جايه بعد ما يعني احنا محتاجين داخلين في مرحله صناعه كبيره جدا وعايزين نجذب استثمار صناعي كبير جدا. الشخص اللي جاي هو فاهم كويس العقبات التشريعات اللازمه لتسهيل عمليه توطين الصناعه، احنا عايزين نعمل احلال واردات، يعني احنا عايزين نصنع كتير في مصر عشان نقلل الاستيراد اللي فاتورته في العمله الصعبه. ففي تصوري واحد كان ماسك اللجنه الاقتصاديه عنده حساسيه تشريعيه فاهم ازاي يوفر فاهم كويس في الجزء الصناعي وجاي من خلفيه صناعيه، يعني هو احمد جاي من خلفيه الصناعه وبعدين وكيل لجنه اقتصاد 5 سنين وبعدين رئيس اللجنه لسنتين وكانه كان يعني ايه بيدرب اقتصاديا تدريب رفيع المستوى داخل المجلس. فعمليا هو عنده رؤيتين، رؤيه الصناعي ورؤيه رجل الاقتصاد. ودي مهمة جدا في الجزء كمان التشريعي لان انت دلوقتي عايز توفر بيئة لسرعة ان هو عملية التسهيل على الصناعة والاستثمار واللي جاي. فحد هيبقى عنده الرؤيتين سواء الرؤية التشريعية او الرؤية فاهمة في الصناعة، فده اللي احنا فعلا محتاجينه. ملف زي ملف التعليم الدكتور طارق شوقي بذل مجهود كبير جدا فيما يتعلق بقصة احداث يعني جزء ثوري في التعليم، وكان التعليم كان لفتره طويله يعتبر جامد على مرحله معينه. وعلى الرغم من التقدير للجزء الثوري اللي كان موجود ده بس كان في اشكاليات في الواقع الاجتماعي في تقبل بعض التغييرات اللي كانت دراماتيكيه بالنسبه لهم، فكان في بعض الانتقادات موجهه
للدكتور شوقي. بس انا شايف ان الاختيار ان هو في نقطه مهمه جدا، ان هو انت مش جاي تهد اللي اتبنى، لان هو جاي من نفس المدرسه، نائب الوزير صحيح، بس جاي بقى يركز على حته اهميه الجزء المعلمين اللي هم هيقوموا بقى بالمناهج الجديده، اللي هم نفسهم اللي احنا عملنا لهم التغييرات ديت، فالمعلم نفسه يكون مؤهل وهو نفسه مطمئن من حد منه فاهمه، لان ده كان حد معلم خارج من الدولاب فاهم الجزء كويس، ففاهم الجزء ده وفي نفس الوقت هو فاهم المنظومه الجديده والثوره اللي حصلت فيها والانجازات اللي تراكمت فيها. شايف برضو في اكثر من ملف السياحه النظر دي بشكل مختلف، الناس مستغربه ان اول مره تستجيب حد. طبعا السياحه بقت صناعه مهمه جدا، انت عايز تنظر السياحه بعين استثمار. انا دلوقتي انا حطيت بنيه تحتيه كثيره في السياحه، اكتشفت عملت المتحف الجديد، اكتشفت اثار، بس انا دلوقتي عندي بنيه تحتيه في السياحه، جبت مداها اللي احنا عدينا اللي احنا حتى وصلنا له في 2011، بس انا عايز انظر نظره ثانيه بقى عشان احفز السياحه في مصر من خلال شكل استثماري، عشان ازاي السياحه تبقى مصدر مصادر الدخل الكبرى، فعايزه فلسفه ثانيه. اتمنى من الوزير القادم يكون ان خلفيته استثماريه ان هو بالنسبه له يغير من الفلسفه والسياسات والتوجهات بتاعت وزاره السياحه، تكون رافد من الروافد المهمه للدوله المصريه فيما يتعلق بزياده الدخل وزياده العمله الصعبه بصوره واضحه ملموسه، مش مجرد تبقى اقصى طموحاتنا ان احنا نرجع للي كنا فيه قبل 2011. صحيح. فانا شايف ان في ملامح كتير، شايف ان هو مثلا اعمار الوزراء هي ما بين ال 40 وال 50، وده تطور بقى في ان انت بالنسبه لك داخل في اعمار ده شكل بيفتح افاق وامال. هل ممكن في مصر ممكن مثلا من تجربه زي تجربه التنسيقيه او برنامج الرئاسي الناس اللي هي بقت نواب وزراء وبقت نواب محافظين، يوم من الايام مثلا نلاقي وزير 39 38 40 سنه؟ ليه لا؟ ومؤهل بعد ما اهلناه نمكنه بشكل يكون اتدرب كويس، وارد في يوم من الايام. فانا شايف ان هو ده دلوقتي انت بالنسبه لك الوزاره دي بتدي ملامح وامل. صحيح. كثره التخصصات، يعني انت بالنسبه لك المجتمع المدني انت جايب منه حد من القطاع الخاص، حد البرلمان جايب منه حد، في نفس الوقت عندك نواب وزراء كانوا في دولاب الدوله واشتغلوا على الجزء ده. فانا شايف ان الجزء المهم اللي احنا محتاجينه بقى، هل الوزاره دي اهم حاجه الملف الاقتصادي؟ احنا اهم حاجه بالنسبه لنا عندنا حاجتين، ان احنا عايزين نجذب استثمارات ونهتم بصوره كبيره جدا بملف الصناعه، لان احنا ما قدامناش حل تاني، والناس لازم تكون فاهمه ان هو ان اللي احنا فيه في مصر انت بتنتقد وعندك رفاهيه الكلام، بس احنا ده العالم في حرب، ده احنا ناس بتقول هي دي بدايه الحرب العالميه الثالثه ولا لا؟ فدي وزاره حرب، يعني لازم نكون فاهمين العبء اللي موجود على الدوله واللي موجود على الحكومه التعامل في هو عبء ثقيل الى ابعد الحدود، محدش يقدر ينكر على الاطلاق. انا بشكرك مره ثانيه دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه. هنا خليني هقول لك في السريع قبل ما نطلع الفاصل، انا اعرف الدكتور رضا حجازي كويس من اكتر من 17 18 سنه، من قبل حتى ما ابقى مذيع، يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد الناس تبقى عارفاه ولو نوعيه يا سيدي. ده راجل انا بقول لك اهو بقى، دي شهاده حق امام ربنا، 18 سنه ده راجل بتاع شغل حاجه، الحاجه الثانيه فاهم كويس قوي بيعمل ايه، هو من قلب الوزاره ففاهم مداخلها ومخارجها. الحكومه يا جماعه دايما عندنا محتاجه حد فاهم، في بعض الوزارات بالتحديد عايزه حد فاهمها كويس قوي، عارف كل خرم ابره فيها. في حاله وزاره التربيه والتعليم دي احنا في عندنا رجل قام بمهمه، رجل وضع أسس أكتر من رائعة، الآن هناك رجل يستكمل هذه المسيرة علشان خاطر تنفذ بشكل محكم. ده هنا في الحالة بتاع الدكتور رضا حجازي. يعني طيب أجي على الزميل العزيز المهندس أحمد سمير معالي وزير الصناعة، ده راجل جاي بخلفية صناعية زائد 7 سنين هو جزء معترك، جزء من معترك اللجنة الاقتصادية، عضوا برلمانيا، وكيلا للجنة، رئيسا ليها إلى آخره، فعنده احتكاك 7 سنين بالوضع الاقتصادي المصري
في عمق عمقه، وبالتالي أكيد يحمل تصور ما ورؤية ما بتاعة المزيج ما بين الصناعة، هنا بتوجيهات الرئيس توطين الصناعة. وبالمناسبة سمير من الناس اللي بتشتغل طول عمرها على مسألة توطين الصناعة، يعني صنع في بلدنا بجد، صنع في جمهورية مصر العربية بجد. كويس، سيبنا من المنتج، لكن وده منتج مهم بالمناسبة، لكن مش دي القصة، لكن دي تركيبته، احنا هنصنع هنا ما نستوردش. كويس، طيب، وهو أصبح جزء من المعترك الاقتصادي المصري، فنتمنى له بإذن الله. يعني أنا بقول لك دول الناس اللي أنا أعول عليهم جدا، واللي بشوف إنه أدائهم المتميز يا رب في المستقبل القريب يبقى انعكاساته شديدة الوضوح، لأنها تفرق كتير مع الناس. سيادة اللواء هشام أمنة معالي وزير التنمية المحلية، زي ما قلت لكم الرجل صاحب سمعة طيبة جدا في محافظته، الناس كلها تحبه وتحترمه وتقدره، حاجة 10 على 10 ما شاء الله يعني، فإحنا ننتظر منه الكتير، وأولها حركة المحافظين يا فندم. الحاجة التانية، إحنا بنتكلم على سيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار. طيب، وانا هنا بتكلم بقى على صناعه وصناعه، يعني وزاره الصناعه ووزاره السياحه والاثار. الوزارتين دول يجيبوا لنا فلوس قد كده اهو، وزاره السياحه بالذات اسرع وزاره تجيب لنا فلوس، عامله زي هيئه قناه السويس كده. يعني زي ما سياده الفريق اسامه ربيع كده، كل شهر يفاجئنا بارتفاع العائدات والايرادات والارقام في كلها، يعني الايراد وصافي الحمولات واعداد السفن طول الوقت، ربنا يديله الصحة وكل الناس اللي معاه طول الوقت مفرحينا. حلو، وزارة السياحة والآثار اتقام فيها بشغل رائع رائع، محدش يقدر ينكر. اللي جاي بقى الفلوس، يعني الوزير السابق عمل اللي عليه، الوزير القادم هيفعل ده ويترجمه إلى دولار ويورو وين واللازي منه. البيئة مواتية، الوضع مواتي، من قلب الأزمات تولد الفرص. ده احنا نقدر نشد ناس من أوروبا، يعني ايه ما اقولكش، كل السياحة اللي كانت بتتجه للشرق الأوروبي في جزء من هذه الكعكة الجميلة المتخامة الدسمة ينفع يجيلنا هنا. فرق سعر الصرف ده بالمناسبة يخلي السياحة عندنا ايه كده. يمكن دي مش همسة ولا نصيحة، أعلم جيدا أن أنا معالي الوزير الحالي أو الجديد سيد أحمد عيسى فاهم ده كويس جدا. أنا راجل أحب قوي الوزارات اللي هتدخل لي فلوس بالذات الفترة دي. أنا راجل شايف أن مصر، أنا هنا كمواطن كمذيع سميها زي ما تسميها، مصر عندها مقومات حدث ولا حرج. يلا بينا سيريا نورماندي.